بعض المعارضين يقول أنتم مدعومين من الحكومة لذلك بتقولوا يعني هذا الكلام. مدعومين بكم؟ وخلاص الريال وقف، ما قلتوا مدعومين من السعودية. واحد في البلد قريبنا قال لي كبير في السن أصلي توفى رحمه الله، قال لي ده أنا خش معاكم ها بتدونا بالريال ولا بالدرهم الكويتي؟ قلت له والله لا لمنا في الريال ولا الكويتي ولا دايريني ولا دايريني. عندنا أخواننا صح في بلاد الحرمين نحبهم وكذا 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 يحبونا، ومنهم من نعرفه ومنهم من لا نعرفه، وعندنا أخواننا في الكويت وفي غيره، عندنا أخواننا في مصر سلفيين، عندنا أخواننا في الجزائر من واصلهم سلفيين، عندنا أخواننا في المغرب سلفيين، عندنا أخواننا في تشاد سلفيين فارقوا الحزبيين، أخواننا في فرنسا سلفيين عندنا بيتصلوا بينا بقول لنا لا يمدكوا كوكولا كاتبين فيها كذا اردموها شنو كذا كذا كذا، توحيد متابعينه من هناك، بدع متابعينا معاصب بيردوا من هناك، وأن في العالم كلهم سلفيين. ما في كلام ده كلام باطل ساو مدعومين قال من الحكومة جايين. احنا شفتنا جايين بيتاتير ولا شايلين بندقية؟ اقسم بالله انا خدتها ما بعرف يضربوها كيف مدعومين كيف يعني؟ يعني تراوين كتمت البلد دي يدنا دي الباسطة اللي اكلناها كلها بناخدها هنا دي كلها الباسطة بتجي وووو كذي بس شغلة دي ما معروف تمشي وين. مدعومين قال يا ناس يا ناس خلوها مستورة زي ان مدنا بتلقوا حاجات مكتوبة ديون ومصايب خلوها مستورة زي وما دارين من زول حاجة بفضل الله، والله ما دارين من زول ابدا شيء، لكن والله اذا كذب والله ما فزول داعمنا ابدا ابدا. والليله لو مسكونا بكل صدر رحب ما عندنا جريره عشان نخاف منها ولا امنجيه، لكن ما ضد الامن ولا بندعو عليهم ولا بنحرض الناس عليهم ولا بنرد عليهم في الملا ولا غير من اهل البلد ولا كذا وكذا من الناس، كلام كله كذب يا اخ. وده ما قالوا لنا نحن برانا، قالوا لاي عالم جاب دعوه الحق دي صدع بالمنهج ده يا قالوا ليت وهابي يا قالوا ليت مدعوم من السعودية يا قالوا ليت مشدد يا قالوا ليت داعش يا قالوا ليت عميل يا قالوا ليت تابع للحكومة. الباص بس قول لهم دليل شنو؟ دليل شنو؟ كل ما عنده. قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون ونحن خصماء بين يدي الله تعالى لكل من نشر باطلا وصفنا به ونحن لسنا بموصوفين به. أي زول ظلمنا ضربنا، أي زول اعتدى علينا في جسدنا ده في مال في غيره، والله عافين لوجه الله سبحانه وتعالى. أي زول شوه صورة دعوتنا دي اللي بندعو لها، دعوة الكتاب والسنة والأدلة والحجج الساطعة القوية، ولبس على المساكين والضعفاء والجهلة، نحن خصماء بيننا وبينه وخصماء له أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.